الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قيل لك هل الإحاطة منافية لمباينة الله عز وجل لخلقه؟ فإذا كان الله عز وجل محيط بكل شيء، فهل إحاطته تتنافى مع مباينته لخلقه؟ فإننا نؤمن معاشر أهل السنة أن الله عال على خلقه، بائن أي منفصل عنهم. فهل إثبات صفة الإحاطة ينافي هذا الانفصال والمباينة؟ الجواب بالطبع لا يباينها، لا عفوا، لا ينافيها مطلقا، فهو محيط بكل شيء ومنفصل عنه، فليس في ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في ذوات خلقه شيء من ذاته، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا التقرير السني السلفي يباين تقرير أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله محيط بكل شيء إحاطة تقتضي اختلاط ذاته بذوات خلقه، فهم يقرون بأن الله محيط بخلقه، لكنهم يزعمون أنها إحاطة تقتضي اختلاط ذاته بذواتهم، فقالوا إن الله هو عين هذا الوجود والوجود عينه. وقال أهل الحلول إن الله حال في كل شيء. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون الإحاطة على ما يليق بجلاله وعظمته، ولكن على وجه لا يقتضي امتزاج شيء من ذاته بذوات خلقه أو اختلاط شيء من ذوات خلقه لذاته تبارك وتعالى. فإذا نثبت لله الصفتين، صفة الإحاطة وصفة المباينة والانفصال عن خلقه، لأنه عال بذاته مستو على عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى.